الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. مشاهدينا أهلاً وسهلاً بيكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. للأسف حوادث النصب والابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت شيء خطير جداً، وبتكون عواقبها سيئة على الأشخاص اللي بتتعرض لها، وبسببها بيفكر عدد منهم كبير جداً في الانتحار. ورغم كده فضلت فتاة بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على جميع الناس وابتزازهم لسنوات طويلة من غير ما تنكشف. فيا ترى ايه قصة الفتاة دي، وازاي كانت بتنصب على جميع الناس، وازاي تم القبض عليها كمان، وهل هي مريضة نفسية زي ما كانوا بيقولوا؟ لمعرفة كل التفاصيل تابعونا في هذه التغطية الخاصة. بنواجه الكثير من حوادث النصب والابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان بيتعرض بسببها الكثير من الأشخاص لأذى نفسي كبير، لدرجة أن عدد منهم أقبل على الانتحار بالفعل. لكن هناك فتاة قررت استخدام الابتزاز الإلكتروني بشكل مختلف تماما. على مدار سنوات كتير مارست فتاة بتدعى علياء الابتزاز الإلكتروني على الكثير من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت بتبتزهم وبتنصب ليهم فخ علشان تحصل على الأموال. فتاة من الدقهلية عندها 36 سنة اتسببت في تدمير الحياة الأسرية والاجتماعية لما يقرب من 20 أسرة مصرية داخل وخارج مصر، وكانت كمان بتهددهم مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة جدا. طب تعالوا بينا نعرف ازاي علياء كانت بتعمل كده. علياء كانت بتبدأ بجمع معلومات عن الضحية الخاصة بيها من الحساب الشخص الخاص بيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتتواصل بعدها مع أصحابه وأقاربه وبترسل ليهم قصص وهمية عن الضحية، ده علشان تخلق مشاكل ليها، وبتطلب من الضحية مبالغ مالية كبيرة علشان تتوقف عن إرسال هذه الرسائل. بتستخدم عليها أكونتات فيك طبعا للإيقاع بضحاياها والتشهير بيهم، وقامت بإزاء عدد كبير جدا من الأسر المصرية داخل مصر وخارج مصر. طبعا من أمثلة الصغيرة الأسرة المصرية اللي كانت بتعيش في إحدى الدول العربية، وجمعت علياء البيانات عن الأب والأم والمدرسة اللي بيروحها الأطفال، وتواصلت مع إدارتها مدعية إصابة الطفل بمرض الإيدز. ده طبعا خلق أزمة كبيرة جدا للأب وأسرته، وطلبت بالحصول على مبلغ 600 ألف جنيه مصري مقابل فقط إنها تتوقف عن ابتزازهم وإنها تسكت عن الكلام ده، وبالفعل استسلم الأب ودفع لها المبلغ. وطبعا كان لها محاولة ابتزاز تانية ناجحة جدا قامت بها ضد طبيبة نساء وتوليد وزوجها اللي كان بيشتغل طبيب أسنان. وقتها فضلت علياء ترسل عشرات الرسائل من حسابات مزورة عبر فيسبوك، وده لجميع أقارب ومعارف الزوجين، واتهمت الزوجة بأنها بتجري عمليات إجهاض وترقيع والتجارة في المخدرات، وأن الزوج مصاب بمرض الإيدز وبيقدم على عمل علاقات محرمة داخل عيادته. برغم نجاح علياء في ابتزاز ناس كتير، إلا أنها في النهاية تم الوصول لها والقبض عليها، وده حصل لما استقبلت إحدى الصفحات المتخصصة في رصد وقائع الابتزاز داخل المجتمع المصري عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة على الصفحة من سيدة استغاثت من تعرضها هي وزوجها للابتزاز من قبل فتاة، وطلبوا للمساعدة للوصول لها في أسرع وقت ممكن. وقتها تواصل أدمن الصفحة مع مديرية أمن الدقهلية اللي تمكنت على الفور من الإلقاء القبض على الفتاة علياء والمتهمة بابتزاز والنصب على الآخرين على منصة فيسبوك خلال 48 ساعة فقط. تم طبعا محاكمة فتاة الفيسبوك، وقررت محكمة جنايات المنصورة إحالتها فورا لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وتم تحديد جلسة يوم 3 يوليو القادم للمحاكمة. جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني بشعة، لكن من السهل جدا إننا نوقفها لو بس اتكلمنا وبلغنا وما استسلمناش. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.